ننقلها على مراكب خشبية توصل لأقرب مكان في نهر النيل للأهرامات. سلام عليكم، النهاردة هحكي لكم حكاية غريبة جدا أنا عن نفسي اتفاجئت لما عرفتها، وهو إن اليابانيين كانوا بيحاولوا يبنوا هرم صغير في منطقة الأهرامات، الطريقة البدائية اللي اتبنى بيها الأهرامات الثلاثة، مش بالتكنولوجيا، مش عايزين يدخلوا التكنولوجيا في الموضوع. وعايز أقولك إن حصل مفاجآت كتيرة جدا، تفتكر هينجحوا؟ اتفرج معايا على التفاصيل. 1978 علماء يابانيين اتفقوا مع الحكومة المصرية في الوقت ده وهيبنوا هرم صغير ويكون زي فيلم وثائقي كده. فيلم وثائقي ده كان هيبقى للتلفزيون الياباني. المهم خطة بدائية، وقال لك احنا هنقطع الأحجار بالأزاميل اللي هي الحاجة اللي كانوا بيستخدموها زمان، الأزاميل اليدوية، هنكرسها بحبال الدفع وهنبني الهرم طوله 20 متر بس، وزن الحجر منها 4 طن. واللي هيشارك في الموضوع ده 100 عامل مصري بس، وهما بيحاولوا يعملوا الموضوع لقوا حاجات إن العقل البشري ما يستوعبهاش. خلينا نيجي من الأول كده. أول حاجة شافوا إن حجر وزنه 4 طن إن هما يحاولوا يقطعوه بالأزاميل اليدوية موضوع شبه مستحيل. الموضوع هياخد وقت كبير جدا وهياخد مجهود مش طبيعي. المهم قال لهم مش مشكلة، الهرم اللي احنا كنا عايزين نبنيه 20 متر، لا احنا هنخلي الهرم 10 متر بس. طيب الحجارة، وزن الحجر الواحد 4 طن، قال لك لا هنجيب حجر 1 طن بس. بس احنا ننجزه، مش مشكلة لو دخلنا تكنولوجيا حاجة بسيطة جدا كده، ان احنا الازاميل مش هتجيب وقتها ومش هتجيبها، ما احنا بس هندخل المنشار الكهربائي وموضوعنا ماشي زي ما هو، هنكمل باقي الموضوع ومش هندخل التكنولوجيا. بس بلاش ازاميل ياخد وقت طويل وفي نفس الوقت مش عارفين النتيجه، بس هما مش عارفين التقيل اللي مستنيه. تاني حاجه الحجاره دي كانت في ترى، عايزين ينقلوها من منطقه ترى لمنطقه الجيزه، فقال لك احنا هنعمل زي ما المصريين قدماء عملوا، ان احنا هننقل الاحجار دي اللي هو وزن 1 طن، ركز معايا، هننقلها على مراكب خشبيه توصل لاقرب مكان في نهر النيل للاهرامات. المهم جم يجربوا الاحجار لقوا ان القالب هيغلق، قال لك بص احنا كده كده بنصور فيلم وثائقي وادينا بنجرب، مش مشكله هندخل جزء بسيط من التكنولوجيا، وان احنا نجيب سفن عشان تنقل الاحجار من منطقه ترى لغايه اقرب مكان للاهرامات. وتاني مره هنستخدم حاجه تكنولوجيا بسيطه جدا، بس هنكمل الموضوع يدوي وهنعمل زي ما القدماء المصريين عملوا. المهم طبعا جابوا سفن عملاقه جدا مسطحه ونقلوا عليها الاهرامات من منطقه ترى لأقرب مكان في نهر النيل لأهرامات الجيزة. هم جم ينزلوا الحجارة من الأهرامات 50 عامل مصر، إن هم يزقوا حجر واحد انسى، ما يتحركش إلا سنتيمترات بسيطة جدا، مش عارفين ينزلوا الحجر من السفينة عشان ينقلوه. قالوا معلش بقى، ما احنا هنكمل التجربة، حاجة تكنولوجية بسيطة كمان هندخلها في الموضوع، إن احنا هنجيب قطارات سكة حديد تنقل الموضوع من السفن اللي في نهر النيل ننقلها المنطقة بتاعة الأهرامات. ركز معايا، استخدموا التكنولوجيا للمرة الثالثة وراحوا مكان الأهرامات. يجوا يرفعوا الحجارة فوق الأهرامات، هو أصلا هرم 10 متر، وزن الحجارة 1 طن واحد بس، الموضوع برضك مستحيل. يا جماعة احنا عندنا فيلم وثائقي والموضوع كده مش هينفع، احنا اسفين. للمرة الرابعة هنجيب رفعات وأوناش إنها ترفع الحجارة من الأرض للمكان اللي فوق الأهرامات. يعني هما ابتدوا الأساس بتاع الهرم، الحجارة مش عارفين يرصوها فوق بعض بنفس الدقة اللي كان المفروض إن هو الأهرامات مرصوصة بيه. جم لنهايات الهرم اللي هو طوله 10 متر، برضو جم الأوناش ما جابتش الطول بتاع الهرم، ما عرفتش إنها ترفع المكان ده كله، اضطروا إن هما يجيبوا طيارة هليكوبتر مخصوص عشان خاطر ترفع الحجارة وتحطها فوق الأهرامات بالشكل اللي هو عليه أهرامات الجيزة. طبعا هما كانوا متفقين مع الحكومة المصرية إن هما يعملوا التجربة وهيعملوا الفيلم الوثائقي وبعد كده هيزيلوا الأهرامات ويرجعوا المنطقة زي ما هي، وحصل بالفعل. بس طبعا كل حاجة كانت تكنولوجيا، وفي نفس الوقت كانوا بيعملوا هرم زي ما قلت لكم طوله 10 متر. تخيل يا صديقي إن إزاي المصريين القدماء بدون أي وسيلة تكنولوجية رصوا الحجارة دي بالدقة دي، ونقلوها إزاي من نهر النيل لغداية الأهرامات، إزاي الأهرامات دي اتبنت في 27 سنة بس، ولك أن تتخيل إن وزن الحجارة من 3 طن ل 80 طن، يعني في حجرة 3 طن، في حجرة 10، في حجرة 20، لغداية 80 طن، بنتكلم على عظمة جامدة جدا يا جماعة من عجائب الدنيا السبع، محدش عارف ولا حد هيعرف ما أظن إن هو يجاوب عليه. معاكم محمد نبيل، نشوفكم في فيديو جديد، دايما على خير يا رب، السلام عليكم.